الأصحاح التاسع عشر. ودخل يسوع أريحا وأخذ يجتازها، وكان فيها رجل غني من كبار جباة الضرائب اسمه زكة، فجاء ليرى من هو يسوع، ولكنه كان قصيرا فما تمكن أن يراه لكثرة الزحام، فأسرع إلى جميزة وصعدها ليراه، وكان يسوع سيمر بها. فلما وصل يسوع إلى هناك رفع نظره إليه وقال له: انزل سريعا يا زكة، لأني سأقيم اليوم في بيتك. فنزل مسرعا واستقبله بفرح. فلما رأى الناس ما جرى قالوا كلهم متذمرين: دخل بيت رجل خاطئ ليقيم عنده. فوقف زكة وقال للرب يسوع: يا رب، سأعطي الفقراء نصف أموالي، وإذا كنت ظلمت أحدا في شيء أرده عليه 4 أضعاف. فقال له يسوع: اليوم حل الخلاص بهذا البيت، لأن هذا الرجل هو أيضا من أبناء إبراهيم، فابن الإنسان جاء ليبحث عن الهالكين ويخلصهم. واقترب من أورشليم، وكان الذين يسمعون هذا الكلام يظنون أن ملكوت الله سيظهر في الحال، فأضاف إليه هذا المثل قال: سافر أحد الأمراء إلى بلد بعيد ليتولى الملك ثم يعود، فدعا 10 خدم له وأعطى كل واحد منهم دينارا ذهبيا وقال لهم: تاجروا بهذا المال حتى أعود. وكان أهل بلده يكرهونه، فأرسلوا وفدا يتبعه فيقول: لا نريد هذا الرجل ملكا علينا. فلما رجع الأمير بعدما تولى الملك أمر باستدعاء الخدم الذين أعطاهم المال ليرى كم كسب كل واحد منهم. فتقدم الأول وقال: يا سيدي، ربح دينارك 10 دنانير. فقال له: أحسنت أيها الخادم الصالح، كنت أمينا على القليل فكن واليا على 10 مدن. وجاء الثاني فقال: يا سيدي، ربح دينارك 5 دنانير. فقال له: وأنت كن واليا على 5 مدن. وجاء الثالث فقال: يا سيدي، ها هو دينارك، خبأته في منديل، لأني خفت منك، فأنت رجل صارم تأخذ ما لا تودع. فقال له: بكلامك أدينك، أيها الخادم الشرير، عرفت أني رجل صارم آخذ ما لا أودع وأحصد ما لا أزرع، فلماذا ما وضعت مالي عند الصيارفة وكنت في عودتي أسترده مع الفائدة؟ وقال للحاضرين: خذوا الدينار منه وادفعوه إلى صاحب الدنانير 10. فقالوا له: يا سيد، عنده 10 دنانير. فأجابهم: أقول لكم، من كان له شيء يزاد، ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له. أما أعداء الذين لا يريدون أن أملك عليهم فجئوا بهم إلى هنا واقتلوهم أمامي. قال هذا الكلام وتقدم صاعدا إلى أورشليم. ولما اقترب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل المسمى جبل الزيتون، أرسل 2 من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وعندما تدخلانها تجدان جحشا مربوطا ما ركب عليه أحد من قبل، فحلا رباطه وجيابه، وإن سألكما أحد لماذا تحلان رباطه فقولا له: السيد محتاج إليه. فذهب التلميذان ووجدا كما قال لهما يسوع، وبينما هما يحلان رباط الجحش قال لهما أصحابه: لماذا تحلان رباطه؟ فأجابا: السيد محتاج إليه. فجاءا بالجحش إلى يسوع ووضعا ثوبيهما عليه وأركبا يسوع، فسار والناس يبسطون ثيابهم على الطريق. ولما اقترب من منحدر جبل الزيتون أخذ جماعة التلاميذ يهللون ويسبحون الله بأعلى أصواتهم على جميع المعجزات التي شاهدوها، وكانوا يقولون: تبارك الملك الآتي باسم الرب، السلام في السماء والمجد في العلا. فقال له بعض الفريسيين من الجموع: يا معلم، قل لتلاميذك أن يسكتوا. فأجابهم يسوع: أقول لكم، إن سكت هؤلاء
فالحجارة تهتف. ولما اقترب من أورشليم نظر إلى المدينة وبكى عليها وقال: ليتك عرفت اليوم طريق السلام، ولكنه الآن محجوب عن عينيك. سيجيء زمان يحيط بك أعداؤك بالمتاريس ويحاصرونك ويطبقون عليك من كل جهة ويهدمونك على أبنائك الذين هم فيك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك ما عرفت زمان مجيء الله لخلاصك. ثم دخل الهيكل وأخذ يطرد الباعة ويقول لهم: جاء في الكتاب بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وأخذ يعلم كل يوم في الهيكل، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة وزعماء الشعب يريدون أن يقتلوه، فلا يجدون كيف يفعلون، لأن الشعب كله كان يستمع إليه متعلقا به.